أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع السادس من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على مفهوم الإجماع، أيضاً ستتعرف على سيدنا أيوب عليه السلام. مصادر التشريع الإسلامي. من مصادر التشريع الإسلامي عزيزي الطالب هو الإجماع، والإجماع هو المصدر الثالث للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أيضاً من مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس. مصادر التشريع الإسلامي الأساسية المتفق عليها كما قلنا هي القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، الإجماع والقياس. نأتي إلى مفهوم الإجماع عزيزي الطالب وشروطه. الإجماع هو اتفاق المجتهدين المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، مما سبق يتبين أن للإجماع شرطين، هما أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة الأحكام في حياته صلى الله عليه وسلم خاصة به عن طريق ما ينزل عليه من القرآن الكريم لبيان حكم المسألة، أو ما يصدر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول فيها، أن يكون الإجماع من المجتهدين المسلمين كافة، فلو اتفق أكثرهم وخالف بعضهم لم ينعقد الإجماع. حجية الإجماع عليه السلام، يقصد بحجية الإجماع أن الإجماع دليل شرعي متفق عليه عند علماء المسلمين يستدل به على الأحكام الشرعية، وقد اتفق العلماء على أن الإجماع حجة لإثبات الأحكام الشرعية. وتبين الآيات الكريمة أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمن بالعذاب، فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وهو ما أجمع عليه فيكون حجة. ولو لم يكن سبيل المؤمنين حقا لما توعد الله تعالى مخالفه بالعقاب. حكم الإجماع. الإجماع حجة يجب العمل بها وتحرم مخالفته. من أمثلته إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب تنصيب خليفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم على جمع القرآن الكريم وكتابته في مصحف واحد. أيضا مفهوم المجتهد هو المسلم العالم بالشريعة الإسلامية وتوافرت فيه شروط الاجتهاد التي حددها العلماء. أنشأت في العالم العربي والإسلامي في العصر الحديث دور إفتاء ومجامع فقهية عديدة، ومن ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من الفقهاء والعلماء من شتى أنحاء العالم الإسلامي. والأردن عضو فاعل في هذا المجتمع في هذا المجمع الذي يعد المرجعية الفقهية العالمية الأولى لدول العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، من أجل بيان الأحكام الشرعية في القضايا التي تهم المسلمين، إلا أن القرارات الصادرة عنه تسمى اجتهادا جماعيا لا إجماعا. يطلق الإجماع في اللغة العربية على أحد معنيين، هما الاتفاق، فيقال أجمع الناس على كذا أي اتفقوا عليه، العزم على فعل الأمر. قال تعالى في شأن أخوة سيدنا يوسف: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، صدق الله العظيم. سيدنا أيوب من أنبياء الله تعالى لبني إسرائيل، ابتلي بمرض شديد وصبر على مرضه وكان شفاؤه معجزة عظيمة. الأنبياء والرسل من البشر يصيبهم ما يصيب البشر من الصحة والمرض، مثل ما وقع لنبي سيدنا أيوب من مرض شديد قابله بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى. سيدنا أيوب نبي من أنبياء بني إسرائيل من ذرية سيدنا إبراهيم، كان غنيا كثيرا بالمال والأنعام وكثير الأولاد، وكان يتمتع بقوة جسمية وصحية، فابتلاه الله تعالى بمرض شديد أقعده عن الحركة وبقي وحيدا مع زوجته، وكان مضرب المثل في الصبر على مرضه حتى شفاه الله تعالى. كان نبي الله سيدنا أيوب قدوة صالحة للمؤمنين حتى في مرضه، فمع أنه ابتلي بمرض شديد أنهك جسده، إلا أنه كان راضيا بقضاء الله تعالى وقدره، صابرا على مرضه سنوات طويلة، وكانت زوجته تعتني به وتقوم على خدمته مدة مرضه. توجه سيدنا أيوب إلى الله تعالى بالدعاء أن يرفع عنه ما أصابه من البلاء، فقد أمره الله تعالى أن يحرك رجليه ويركض، وأن يغتسل ويشرب من ماء مخصوص حدده الله تعالى له، ولما فعل ذلك شفاه الله تعالى من المرض وعاد صحيح الجسد، ثم رزقه مالا وأولادا. من الدروس والعبر التي عليك تستفيد منها عزيزي الطالب،
أن يكون مسلم مع الله تعالى في السراء والضراء، وأن يصبر المسلم على ما يصيبه من البلاء. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم.